في مباراه استعاده الثقه قدر ليفربول يحقق فوز مهم جدا خارج ملعبه على حساب ارسنال، مباراه فرض فيها ليفربول سيطرته بالكامل من البدايه على ارسنال اللي ظهر بشكل متواضع. لكن ورغم كده انتظر ليفربول لحد منتصف الشوط الثاني عشان ياخد زمام المبادره بعد ما استغل البديل جوتا عرضيه ارنولد المثاليه علشان يسجل بعد 3 دقايق بس من نزوله. بقياده مديره الفني مايكل ارتيتا بدا ارسنال المباراه 4-2-3-1. الناحيه الثانيه بدا يورجن كلوب 4-3-3 كالمعتاد مع عمل تعديلين برجوع جيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو. بدا ليفربول المباراه بضغط عالي شرس، فكان دايما صلاح بيروح يضغط على جابريال وفي نفس الوقت يمنع مسار التمرير عن تيرني، في حين ان فيرمينو بيراقب سيبايوس وثلاثي الوسط بيغطي العمق بشكل كامل. فعند الضغط العالي كان اسلوب ارسنال بال 4-4-2 مقارب لاسلوب ليفربول في حمايه مساحاته واغلاق مسارات التمرير نحو اظهرته المميزه برضه في صناعه اللعب. لكن ليفربول كان بيقدر يخرج من الضغط ده على عكس ارسنال عن طريق لعب الكرات الطويله مستغلين دفاع ارسنال العالي. لما كان بيحصل ده ارنولد بيفضل ثابت في حين ان روبرتسون بينطلق، وفي نفس الوقت كان ميلنر بيقرب من مكان الكوره عند ماني علشان يكسب الكوره الثانيه في حاله ان ماني ما تفوقش على هولي. في حاله امتلاك ارسنال للكوره كانوا بيحاولوا يدوروا على اوديجارد بين الخطوط، لكن بسبب تمركز لاعبي ليفربول الممتاز وتركيزهم الكبير على عزل خطوط ارسنال فكان اوديجارد بيضطر ينزل بعمق اكتر علشان يساعد في الخروج بالكوره، الامر اللي كان بيخلي ارسنال ناقص عدديا قدام، وبالتالي ما قدروش يوصلوا لمرمى اليسون الا نادرا، وكان بسبب خروج بارتي عن المألوف بمراوغه فيرمينو وبالتالي يخلق مسار تمرير واضح لاوديجارد. لما ليفربول كان بيخرج من ضغط ارسنال العالي ويبدا ينقل الكوره كان بيتحول ارسنال لكتله متوسطه ثم عميقه. اثناء ده كان تياجو بيتمركز باستمرار في نص المساحه اليمين لاستلام تمريرات فيليبس اللي اتطور كتير مؤخرا في النقطه دي، وفابينيو ثم بعد كده يبدا يمرر لصلاح. لكن مع التزام ارنولد وعدم صعوده على عكس ما متعود كان صلاح بيلاقي نفسه محاصر بين ثلاثه من لاعبي ارسنال. كلوب لاحظ ده وبالفعل طلب من ارنولد بعد الدقيقه 18 بالتبديل بين الصعود على الخط والتمركز في نص المساحه مع نزول فيرمينو للوسط عشان يخرج واحد من سيبايوس او بارتي بره تمركزهم، ومع ميل الكانتارا للجانب الشمال اكتر كان اوباميانج بيكون قريب منه ويسيب ارنولد حر وراه. نزول جوتا بعد لحظات من دخول النني اللي نزله ارتيتا عشان يخرج فريقه من ضغط ليفربول الكبير كان حل جذري، لانه اولا قادر على التسجيل من المواقف المختلفه، وثانيا لانه حرر فيرمينو من القيود. فيرمينو بقى عنده حريه انه ينزل يستلم في مناطق اعمق بدون ضغط كبير، وبيجي وشه للمرمى وبالتالي يضع زمايله في مواقف خطره. في الجول الاول فيرمينو استلم تمريره جوتا ومرر لصلاح وما اكتفاش بكده، اتحرك قطري من العمق وسحب معاه جابرييل على الايمن قريب في الوقت اللي فيه ماني كان قريب من الخط ناحيه الشمال عشان يشتت تشامبرز ويخلق ثغره بينه وبين هولدينج قدر ارنولد يلعب فيها العرضيه بدقه شديده. بعد رجوع فابينيو لمركزه وتثبيت كلوب للتشكيل ليفربول قدم واحده من افضل مبارياته مؤخرا من حيث الحلول والفاعليه، بالاضافه للضغط المضاد واستعاده الكوره ملعب خصمه، وده شيء كان مهم خلاه يمنع اي تحول ممكن لارسنال عشان يكون عدد الاهداف المتوقع 2.44 ليفربول و0.16 لارسنال. كمان خريطة الأهداف المتوقعة بتعكس تفوق واضح للفريق من بعد الدقيقة 18.